نحكي لكم قصة مخيم الزعتري وكيف واجهنا أزمة كورونا. كانت الحياة حلوة بمخيم الزعتري، كان كل شيء طبيعي، كانوا الناس يزوروا بعضهم، الأطفال يلعبوا مع بعضهم، كانت الشوارع مليانة بالناس والمحلات مفتوحة دائماً. كنا كثير نحب الدوام بالمدرسة لأنه كنا نجتمع فيها مع أصحابنا ونشوف معلمينا يلي نحبهم. فجأة كل شيء تغير والوضع صار سيء، وهجمت كورونا على العالم وأثرت على حياة جميع الناس ونشرت الخوف والمعاناة حتى أنها وصلت لاجئين داخل المخيم. انتشار كورونا خلت المدارس تسكر وصرنا خايفين كثير، لدرجة صرنا نتخيل إنه الفيروس رح يلحقنا إذا طلعنا من البيت. بعض الناس ما كانوا مصدقين إنه في كورونا وما كانوا ملتزمين، ظلوا يتجمعوا، بس انتشار الوباء خلاهم يصدقوا ويلتزموا ببيوتهم. عملت المفوضية منطقة عزل لمصابين كورونا، وبنفس الوقت كثير قطاعات سكرت بالمخيم مثل المدارس والمحلات والمنظمات ما عدا المراكز الصحية، حتى ملاعب الأطفال تسكرت. الشوارع فضيت من الأطفال والسوق صار خالي من الناس والمحلات صارت فاضية. بعد ما سكرت المدارس صار التعليم عن بعد، كنا حابين هذا التغيير وشايفينه ممتع ومفيد، بس بعدها صرنا نحس بالملل مع ساعات الفراغ الطويلة بالبيت وما كنا عارفين كيف نستفيد من الوقت لحالنا. دورنا على مواهب وهوايات عشان ننميها فينا وتعلمنا لغات جديدة، حتى إني بلشت أتعلم اللغة اليابانية. فرغنا طاقاتنا بالرسم، رسمنا كل شيء عم نعيشه ونشوف حوالينا. اتفقنا وعملنا فعاليات أرسلنا فيها أمانينا بالبوالين سكان المخيم، تمنينا فيها انتهاء الوباء ورجعة المدارس. ومشان نزيد الوعي بين الناس عن مخاطر كورونا علقنا منشورات داخل المخيم حتى يزيد التزامه بتعليمات وزارة الصحة. كتبنا بالمنشورات عن ضرورة التباعد والتعقيم. ما وقفوا المسؤولين اجتماعاتهم ليلاقوا أفضل الحلول والخطط لهاي الأزمة. مع اكتشاف اللقاح كنا أول مخيم فتحوا فيه مراكز للتطعيم لكبار السن، حتى أنه الحجة زهرة واللي عمرها 110 سنين حصلت على المطعوم. هاي كانت الحلول يلي عملناها لحتى نخفف من الأثر السلبي لكورونا علينا جوات المخيم، والحياة عم ترجع شوي شوي لطبيعتها مثل ما كانت قبل انتشار الوباء. نتمنى ترجع الشوارع مليانة بالناس ونرجع لمدارسنا ويرجع الأطفال يلعبوا مع بعض، تفتح المحلات ونرجع لحياتنا الطبيعية، نرجع لدوامنا اللي بنحبه بالمدرسة ونرجع نشوف أصدقائنا كل يوم. وهاي قصة مخيم الزعتري وكيف كافحنا هذا الفيروس بوعينا واهتمامنا ونصائحنا لأهلنا بالمخيم.